بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ذكر الزواحف القائمة، أعتى أنواع وأقوى أنواع المخلوقات، والله أعلم. المكلفة على كل حال. أمة الزواحف القائمة التي تمشي على رجلين، هم أقدم مخلوق مكلف في الوجود والله أعلم. هم من الجان الذي خلق من النار السموم، قيل النار السموم الحمم البركاني أو الرماد البركاني الساخن، جيء به بهذه الصورة بالصهارة أو بهذا الرماد، فشكل منه صوميا أبو الجن، وتم تبريده بالهواء حتى كانت له هذه الهيئة. وآدم عليه السلام جيء بالطين البارد وتم تشكيل هيئته، ثم طبخ بالحرارة ليجف، ثم نفخ فيه من روح الله تعالى. فالبعض يقول أن الفرق بين الجن والإنس هو هذا، الأول كان حارا فتم تبريده، والثاني كان باردا فتم تسخينه وطبخه بالحرارة، الله أعلم. نعود لأمة الزواحف من ياجوج ومأجوج. هناك الذين تطوروا في كوكبنا الأرض على سطحه وفي جوفه من الديناصورات، وذلك قوله تعالى وخلقناكم أطوارا، وهناك من تطوروا من قبل في مجرات بعيدة وكواكب أخرى، خصوصا أوريون وألفا دراكونيس، والله أعلم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الزواحف أقوى المخلوقات في الكون. قال الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. لهم القدرة، البعض الذين هم من الدرجة العالية، على التشكل على أي صورة شاءوا، ولهم حياة خلود تقريبا، لا يموتون حتى قروب الساعة منظرون. قال الله تعالى عن إبليس إنك من المنظرين، من للتبعيض، فإبليس عزازيل لوسيفر إبليس الجن من بعض هؤلاء المنظرون، والإنذار شبه الخلود، ومنهم هؤلاء الهويات المعزولة من الزواحف القائمة، يريدون بتكنولوجيا عالية وخوارق التي آتاهم الله تعالى إياها، مدعين الربوبية، أن يجروا المجموعة الشمسية بما فيها الأرض إلى عالية.